اهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم بحلقة ممتعة بتعقد على الطبيعة مع العصافير مع الدخان مع الحطب مع البط. بس اليوم عنا البط المشوي مثل ما شايفين كمان بهالصورة الحلوة. رح نعمل سلطة كتير 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 بتعقد مع البط، وبعدين رح ننتقل للسياخ، السياخ الكفتة نشويهم كمان على الفحم أو على الحطب، وبالآخر رح نعمل وصفة فرنسوية حلوة صار كل العالم بيعرفوها، الترافل. يا سلام. أوكي، أول شغلة رح بلش رح نعمل الصلصة تبع سلطة البط، وبعدين بنروح بنشوف كمان هالسفينة البط هالصدر البط قديش حلو محمر كله سوا، وكيف بدنا نقدم هالوصفة. يلا يا شيف شادي، أول شغلة الملحات الحلوين، بنروح على هالفلفل، زيت السمسم، من بعده على الصويا. يا سلام، هيدا صار عندي نوعا ما فينا نقول الصلصة كاملة، يعني ملح وفلفل وصويا وزيت السمسم بيعدي. اوكي يا شيف شادي، هيدي اول نقطة خلصنا منها. اثنين، منبلش نقطع الخضرة. اي نوع من الخضرة بدنا انه يدخل بهالسلطة الحلوة. في سلطة والصلصة كمان مشهورة، بس سلطة كتير مشهورة هي السيزر سلد. هالسيزر سلد يلي منحط له على الخس الايسبرغ، بعدين منجي منحط عليها من الكروتون، يعني هالخبز المحمص. بعدين في عالم او اشخاص بيطلبوها مع الدجاج المشوي، انا اليوم عندي البط، يعني رح نعملها شوي صغيره قريبه، بس الصوص رح تكون مثل ما عملناها قبل، زيت السمسم والصويا. عندي انا الايسبرغ، رح نقطع شوي صغيره منهم، رح تشوفوا كيف. وفي كثير اشخاص بيقولوا انه افضل يا شيف شادي انه ما نقطع الخس بالسكين، فينا مظبوط، لانه محل ما بيمر السكين اذا حضرنا، او محل ما منقطع بالسكين اذا حضرنا السلطه من قبل ممكن تسود، اما اذا حضرناها دغري ما في عندنا اي مشكله. طلعوا اول شيء، رح احط انا هالخسات الحلوين هيك فوق الخس، رح ضيف كم ورقه من الجرجير نفرمه الناعم اللي هن الروكا. واو، فوق الروكا رح يحط الشيف شادي تومات سوريز. رح نقطع هالتومات سوريز بالنص اذا كانوا صغار، او ارباع اذا كانوا كبار، يعني اربعه بالطريقه كمان الحلوه. وبس نحطهم هن لوحدهم بزينوا الصحن، يعني ها طلعوا لوحدهم نلاقيهم صار عندنا الصحن كله مزين. رح ناخذ بعدين كمان كم حبه، وفينا نستعمل اكيد بهالوصفه بقلي، زعتر، بقدونس، فينا نستعمل كمان من الكزبره، شو ما بدكم من انواع الخضره، بس انا حبيت اعملها بهالطريقه. رح نروح على البقلي، طلعوا كيف وراء البقلي الحلوين. وبعد كمان بعد دقيقه رح ننتقل نشوف صدر البط، او خلينا نقول الدك، او خلينا نقول الدك بريست، يلي كمان بيكون عم يحضرنا او اذا ما فهم علينا موضوع البط هالطريقه. وهيدي فينا نقول نوعا ما صرنا جاهزين بموضوع السلطه، الا البط تنجيبه لعنا. ويلا يا شيف شادي، نروح على الباربيكيو. انا عندي اكيد الشوكه الحلوه، رح نشوف شو رح يصير معنا ونشرح. هون اذا متطلع هيك عنا هالصدر البط، اكيد من ميلي منخلي الجلدي. اوكي، فينا نشتري الصدر لوحده، فينا نشتري البطه مثل ما هي ونشيل الصدر تبعولها، او البريست كمان تبعولها، نجي اذا بدكم ننقعوا، او بس فينا نحط له ملح وبهار، لانه رح نحط عليه صلصه
السمسم وزيت السمسم والصويا صوص، شغلة كمان مش كتير صعبة. طلعوا شو حلوة حمصت، طلعوا اللون الجميل. أكيد أنا حطيتها على ورقة الألومنيوم حتى ما تستوي كتير عندي. واو واو، من الميلتين بتعقد بتجنن. بهالطريقة منكون كمان دخلنا بموضوع إذا بدنا نقدم بس هالدك أو هالبريست تبع الدك أو هالصدر البط لوحده، نتصوروا عاملين هيك صلصة على جنب، شوية رز أبيض، نشوي هالصدر الدك أو صدر البط ونقطعه مثل ما راح نقطع هلأ. يلا وين السكين يا شيف؟ استنيناه قبل بشوي منبلش. بس قبل عن جد ما جاي عبالي، بس يلا ما عمل شي. خلينا نقطع الجلد هيك شوي صغيرة بالطول تيعطينا جميل. طلعوا كيف، شايفين شو عم بيصير؟ واو هالطريقة. وهلأ منبلش نقطع. طلع هيدي قطعة هون كمان، حتى إذا كان شوي نيب قلبه فيكم تسألوا مين ما كان إنه لازم صدر البط يتاكل 70% نيب قلبه. في عالم بتحبه مستوي أكتر، فيكم ستوه أكتر ما في أي مشكلة. طلعوا كيف. وراح بلش أنا. واحد نبرم هيك، طلعوا شو حلو. اثنين يا سلام، ثلاثة يا سلام، أربعة يا سلام، خمسة يا سلام، وهون كمان ستة هيك، سبعة ثمانية، ونحط كمان اثنين من فوق. وبهالطريقة بتكون السلطة صار جاهزة. الصلصة يا شيف شادي، بدكم تكتروا صلصة فيكم تحطوا صلصة، فيكم تحطوا الصلصة على جنب اون سايد، وفينا كمان نقدمها هالطريقة. واو كمان هون، وراح أعطي لون كتير حلو كمان على الصحن، لأنه صار عندنا الأسود، صار عندنا كمان اللون الأخضر، اللون الأصفر من الكركم. داير مدار الصحن بهالطريقة منكون عملنا إنجاز بعقد. وبهالطريقة حضرنا بسرعة، بتقنية، بجمال، بريحة، بنار، على الطبيعة هالسلطة الحلوة من البط. وصفة الكفتة اللي رح نعملها اليوم هي من الوصفات ولا مرة عامل مثلها. بس ولا مرة حطينا عليها كركم هيك اللون الأصفر. طيب خلوني بلش بالوصفة. كل شيء جاهز عندي؟ لا، عنا البقدونسات اللي رح هيك نقيهم ورقة 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 ورقة. خلصوا جريت. صار عندي أنا هون البقدونس جاهز عندي. بنروح يا شيف شادي، لازم يكون عندنا كمان توم. البقدونس جاهز، التوم بهالطريقة، واحد اثنين هيك، هيدي خلصت. بنروح كمان على البصلة، بدنا نقشر البصل، سكين صغير نروح على البصل، بس نشيل القشرة منا بهالطريقة. وبدنا نص بصلة، لأنا عندي حوالي 300 جرام يعني وقية ونص من اللحم المفروم الناعم، وعم نستعمل كمان لحم البقر. لكن هون بصلي، توم، بقدونس يا شيف، زنجبيل. برجع بعيد كذا مره انه بالنسبه للزنجبيل فينا نقشر الزنجبيل وفينا ما نقشر. نحن وبرجع بعيد انه على الطبيعه عم نطبخ دائما بطريقه كتير حلوه، بين الاشجار، بين البيوت، بين المي، كمان بين النار، بين الخشب، ما في اي مشكله. هون بكون حطينا بقدونس
وبصل، وعندنا ال ال الجينجر اللي هو زنجبيل، وعندنا كمان الثوم، بس ناقصنا بس اللحمه. اول شغله بدنا نعملها بدنا نفرمهم كلهم مع بعضهم ناعم ناعم تيصيروا ناعمين قبل ما نخلطهم مع اللحم. وهلا صاروا كمان مفرومين نوعا ما منيح. وقت نضيف نحن هلا اللحمه، نجيب هيك ملعقه زغرورة، نشيل اللحمات. واو، حتى اللحمات هلا اللي بتشوفوا رح كمان نعجنهم كلهم. اول شيء بدنا نفرمهم هيك بالسكين مع البقدونس والثوم والزنجبيل، وشو حطينا كمان؟ والبصل. وكمان هلا بنروح على الملح، من بعد الملح عندنا فلفل كمان ابيض، وعندنا القرفة، وعندنا شوية كركم حاليا شوية كركم. منبلش طلع، واو. هون نفس الموضوع، منكفي اللي كنا عم نعمله قبل بس هالمرة مع اللحم. يلا واو 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 واو. اوكي، شوي صغيره يا شيف شادي من الزيت على اللحمه بيعطيها طعمه حلوه، وبيطري كمان اللحمه، وبيعطيها كمان نكهه شيء عظيم. كمان شيء حوالي كم ثانيه مش اكثر، وصار عندنا هالخلطه كثير بتعقد. كمان فينا بايدينا طلعوا كيف. ها وهيدا اخر سيخ، طلعوا كمان بهالطريقه، ورح ناخذهم على الفحم. بس قبل ما ناخذهم رح ناخذ معنا كم شغله بعد. فطر طازه، بندوره كرزيه، يا سلام. رح ياخذ الشيف شادي كمان معه شقفه من الفلافله الصفراء، وعندنا شقفه كمان من الفلافله الخضراء، أو شقفتين حلوين. ها، شقفة صفرة وشقفتين خضر. رح ناخد معنا بصلة قطعها بالطريقة هيك، ورح ناخد معنا ثوم. رح ناخد معنا ثوم بهالطريقة، قطعهم بالنص. هل توميت الحلوين، وأيضا فلافلة حلوة حمراء، شقفة وحدة. رح يكون بحاجة لزيت الزيتون، رح يكون بحاجة كمان الشيف شادي لفرشاية. كلنا سوا لوين؟ على الباربيكيو. حبيت أنا اللعبة بالطريقة اللي رح يصير. هو نحن عنا تومات سوريز، الفطر، البصل اكيد فينا نحطهم هيك ما في مشكله، الفلافل الحلوه هلا بعدين بنحطهم كمان بالشويه رح تشوفوا، وعندي كمان الثوم، الفلافل الحلوه الخضراء. هون الزيت بعده موجود، رح نحط الفطرات، وحده اثنين ثلاثه اربعه، فطر الطازه. عندنا سياخ الكفته، رح نبلش واحد، وهون عنا اثنين، وهيدي ثلاثة. يعني من ميلة عم نشوي الكفتة، ومن ميلة تانية عم نشوي الخضرة. أكيد بدهم شوية وقت، يعني أنا رح أعمل هيك جولة تحضيرات لوصفات جديدة لإلكم مثل العادة، وراجع على الكفتة بسرعة.
الشباب. واحد ما في يترك قميصه سراقين حراميه، تركنا 5 سياخ كفته اكلوا اللحمات وتركوا لي سيخين، كتر خيرك يا الله. طيب خلونا نرجع من جديد على موضوع لك شي بيعصب. اوكي، البندوره الكرزيه عم تنقلها بهالطريقه، الفلافله كمان مثل ما شايفين الحمره الحلوه، المشرومز كمان هيك صاروا كمان مستويين، عنا البصل، يا سلام التوم. شكرا يا شباب، اخذوا الكفته بس ستوا لي التومات والفلافله بطريقه جيده، بيستاهلوا. كمان هالبصله وعنا الفلافله. حسيت كمان انه لازم نفرجي كمان المشاهدين انه فينا نعمل ايدي الحركه على الكفتة أو على اللحمة اللي هي زيت الزيتون، فينا نحط بقلبه أي نوع من الأعشاب وندهن الصيخ قبل التقديم. يعني يا شيف ما عليه، شو بدنا نقول؟ طيب كيف بدنا نقدم هلا؟ نقدم سيخين، نقدم سيخين، يعني هيدا الصيخ هيك، يا سلام، هيدا الصيخ تاني، هودي فاضيين، هذا بيسرق كفتة بيترك الصيخ يعني، قولي يلا ماشي. اوكي، وصلنا على المطبخ وانا عندي هلا هون هالملاعق هول تنشيل فيهم. اول شيء نبلش بالخضره المشويه، طلعوا شو حلوين بعقدوا مشويين على الفحم، انتم جربوهم عندكم بالبيت، حتى التومات ليكوا التوم بس قطعتهم بالنص عطوا الجمال، حتى ورقه التوم من الورقه هيك اخذت لون كثير حلو، الفطر اجمل واجمل. واو. وبيا شاب زيحوا الكفتيات شوي صغيرة هون، والفلافل حلوة الصفرة الحمراء عنا الخضرة، يا سلام على الألوان، الفطر، البندورة الكرزية، آخر حبة فطر هيك. وبهالطريقة منكون كمان عملنا طبق جميل جدا جدا. ما في حدا ما بيحب الكفتة، من الصغير للكبير، لمحبين اللحمة، لمحبين البصل، لمحبين الزنجبيل. وهون عندي هالسخين الكفتة مع هالخضرة المشوية لألكن هالوصفة من الشفشة. من سلطة البط لعسياخ الكفتة مع كمان الكركم، رايحين فواكه بامتياز تنعمل وصفة الترافل مع الشوكولا والعسل. طيب خلونا نبلش بهالوصفة. أول شغلة يا شيف شادي، زيح الأناناس والموز والعنب والفريز والكيوي والأورنج والتفاح على جنب. عندي شغلتين، ها حبيت الموضوع، حبيت طنجرة بالطنجرة، ليش؟ ايه ندوب الشوكولا. عندي انا من الشوكولا، يلا يا شيف، وحده هون وحده هون، ها وهلا وين بدهم يروحوا؟ بدهم يدوبوا. طيب شغله تاني، انا بولع كمان النار او النار والعه، بنحط الطنجره بهالطريقه هيك، ويلا كريمه، ويلا حليب. بانتظار اكيد رح خلي شويه حليب انا عندي بارد، خلينا نحرك هون، وطي النار. هالحليب البارد اللي ضل عندي انا رح اخلط النشا، يعني بصير عندي النشا بارد مع الحليب البارد كلهم سوا. وين بنحطهم؟ على الحليب والكريمه اللي بيكونوا عم يغلوا، ورح نضيف لهم فانيلا وقصص ثانيه وحتى السكر بعد شوي. وبهالوقت بدنا نعمل كمان الفواكه، يعني وصفه مش معقده كثير يا شيف شادي، بس يعني بدها واحد يمشي على مهله فيها ويشرحها بطريقة مظبوطة. تنرجع نعيد، الشوكولا موجود على النار، أوكي، وعم بيدوب شوي شوي، أوكي، بين ماري
بانيو ماريا. وعندي الكريمه بلشتها نتفي نتفي. رح نضيف السكر على الكريمه والحليب. السكر فيكون اسمر، فيكون ابيض، فيكون سكر كمان بودره. ما عندي اي مشكله. هلا يا شادي خلينا ناخذ هون كيف نشا. من بعد النشا بنضيف الحليب البارد. خلينا نحرك كمان هون ها، نشا وحليب بارد. صار عندي خلينا نسميه الرو، لا مش الرو، الرو هو يا شيف شادي بس نحط اي نوع من الدهون، يعني زبده، سمنه، زيت مع الطحين. اما هيدي بسموها نشا مع الحليب، ما عندها اسم. يعني بالمطبخ ما عندها اسم، عندها اسم نشا دايب بالحليب البارد. وهيدا صار جاهز. العسل موجود، الفانيلا موجوده، فواكه يا شيف شادي هون. رح نجي بسرعة، أنا عندي شوية فواكه محضرهم من قبل. عسل أنا غطيتهم للعسلات هيك بالنايلون لأنه بخاف من شي نحلة ما في، يعني إذا حبت تقرب محسوبكم بيكون مغطى. رح نشيل هلأ، بعدين رح كمان نحاول نزين فيهم ورح بلش. العنب حط هيك العنبات فوق الفواكه اللي انا مقطعهم. كمان بنضيف هلا عليهم كم حبه من الفريز. قطعهم بطريقه حلوه. مبرومين حلوين. قطعون كبار، دائما بس تحضروا فواكه بالبيت ما تقطعون صغار، يعني حتى ولو كان عندنا اولاد صغار قطعون شوي صغير كبار، حتى ولو بكل ملعقه بيطلع له شقفه او تفاحه او موزه، بالعكس هيك بيطلع او بتطلع الفواكه اطيب بكتير من قشر الكيوي بطريقه حلوه وسريعه وبتعقد وما منكب اي شيء من الكيوي. يعني اذا بتلاحظوا واو، لاحظوا كمان القشره لوحدها ومنقطع الباقي. وهيك يا شادي انت هون ناقصك بس موزه. ناخذ موزه، بدنا نحط اورنج، بدنا نحط تفاح، بدنا نحط اناناس اللي بدكم اياه. وهيدي الموزه كمان هيك نقشرها. وقعت منا، هيدا الموزه هيك نقشرها. ويلا يا شيف الحليب رح يغلي عنا والشوكولا رح يدوب. دايب الشوكولا نوعا ما. والموز هون صار جاهز، وحده منهم كانت كبيره، بنرجع بنقطعها بنخلط. ويلا صار عندنا الفواكه جاهزه على الشوكولا. والشوكولا يا خلونا، يا سلام يا سلام على موضوع الشوكولا كيف بلش يدوب. يا سلام على موضوع الشوكولا كلهم سوا. ويا سلام كمان، وطي وطي يا شيف شادي، وطي 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 مش تعلي. برافو. هون بلش الحليب والكريمه مع السكر يغلوا عندي، والنشا كمان جاهز. بنرجع بنحركهم قبل ما نستعملهم لانه النشا بيرجع بيفصل عن الحليب او عن الماده السائله. ويلا واحد اثنين ثلاثه. هلا من المفترض لازم نلاقي عنا، صار عنا كريمه. يا سلام على الكريمه. ده الوقت اللي انا رح اعمله هو منجيب بيضه، ما منحط البياض والصفار، منحط بس الصفار حتى نطعم هالكاستر اللي عنا. هيدي أول شغلة، هذا الصفار هون. واحد اثنين ثلاثة بسرعة هوب، حتى ما يستوي معنا البيض. منحركه 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 حتى هيك. يلا هون اختفت البيضة. هيدا واحد اثنين فانيلا. واحد شوي ما تكتروا كتير. حرك 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 من عد للعشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. انتهى الكاستر. وعندي أنا من الكيك، وعندنا سكين يا شيف شادي. ناخذ الكيك. فيكم تحضروا انجلش كيك، فيكم تعملوا باندي اسبانيا سبونج كيك، يعني فيكم بقلبوا زبيب، فيكم بقلبوا شوكولا، في بيكون قلبوا الشوكولا وعادي فانيلا، مثل ما بدكم. هيدا هون للكيك. يا سلام قطعوا بهالطريقة. واحد اثنين ثلاثة عنا.
رح نقربهم لعنا لهون حتى يكون كمان حاضرين عنا هون. رح نقطعهم إلى خلينا نقول مربعات، شغلة هينة منها كتير صعبة، أوكي؟ وصار عنا هالكيك مقطع لمربعات، يعني فينا نقول صار جاهز. أنا رح نعمل هلأ يا شيف شغلة كتير بسيطة، طلعوا أنا بحب هيك اشتغل خاصة على الطبيعة مشان تشوفوا نجاح الوصفة قد ايه حلو. طلعوا شو حلوة هون، شفتوا هالكريمة الحلوة؟ هذا واحد، نروح على كمان تاني، هذا اثنين هون، نروح كمان على التالتي، أجمل وأجمل يا شايف شادي. طلعوا 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 كيف. نرجع على الأول ومنكفي الباقي قدامكم مشان تشوفوا كمان انه ما عملت معنا اي جلل صغار، بفضل انه نحن ظبطناها بطريقه حلوه. يا سلام هون، ما تعتلوا هم ابدا ابدا ابدا. وانا هون يا سلام ظبطنا. يلا هلا عندنا شغلتين. الشغله الاولى يا شيف شادي لشغلتين، شغلي اثنين ثلاثة أربعة، يعني عنا عسل وعنا شوكولا وعنا كيك وعنا فواكه، مزبوط الكلام؟ كيك عليا هي وسخنة. يلا الفواكه، فواكه هون على عنب، فوق 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 هيك، معلوم معلوم بهالطريقة. يلا بعد 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 عسل، إن شاء الله كل أيامكم عسل. هلأ ضل عنا الشوكولا، يا سلام يا سلام على الشوكولا هون، ننزل هالشوكليت عليهم بهالطريقة. واحد اثنين، او هيهم اثنين هيك البيت، معلش بنكبرها اكثر شوي او بنسمكها شوي صغيره بهالطريقه. وحده وهون اثنين هيك، وهي الثالثه بزبط شوي، معلش حط واحده ثانيه كمان محلها. محسوبكم بده يوفر، شو بده يعمل؟ كبرها شوي بيطلعوا حلوين. واخر شغله كيوي، كيوي ومانجو، كيوي ورمان وفريز. وبهالطريقة كمان بنكون خلصنا حلقتنا لليوم. وعلى الطاولة مع سلطة الدك أو كمان البط، الكفتة بالكركم، الترافل زين الطاولة بالفواكه الملونة. وأنا بودعكم وبقلكم باي.